اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر یہ درود ابراہیمی جو آقا علیہ السلام کے دادا جان کے نام سے منسوب ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آپ کے بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا اور جب حضرت نبی معظم معراج شریف گئے اپنے جد ابجد حضرت ابراہیم پیغمبر سے ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا
तो आका अलैह सलाम ने अपने दादे जान का सलाम का जवाब देते हुए ये दरूद पाक को पढ़ा, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। गोया कि ये वो दरूद पाक है जो रिज़क का खजाना है। आप इसे सुबह फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा तिलावत करें या 111 मरतबा इसे समाअत करें, सुने, इंशाअल्लाह आप देखें दीन और दुनिया की कामयाबी मिलेगी।